هلو، سلام. لا تكون في أسئلة لحظتك. Thanks man. هلو، عليكم السلام. مهم اللي عندكم سياسة. سولوني دابا. عليكم السلام. مزيان مزيان. كنلقى مشكلة في أسئلة النص. أوكي، ناخذ هاد سميتو، ناخذ لي كيستيون بالنسبة لهاد لي كيستيون اللي كيطرح هنايا. المهم بالنسبة لهاد السؤال ديال أستاذ النص وأسئلة الفهم، ممكن تجاوب على أسئلة النص واخا ما تكونش فاهم النص. يعني هذوك الفيديوهات راهم كاينين هنايا في القناة، يعني غادي يساعدوك باش تجاوب على أسئلة النص بطريقة اللي هي مزيانة. دابا راه كل نهار ما تيبقاش الوقت تيبقى، يعني كل نهار خاصك، يعني خاصك تبدا صراحة. يعني إلا ما بديتيش دابا راه يعني ضروري خاصك تبدا اليوم. مش هات مشات السؤال ديال مشكلة المرادفات prefixes. واخا نجاوب على هذا السؤال، نجاوب على هذا السؤال اللي كاينين في هذه الوحدات هذو اللي تيبانوا لكم هنايا. هذا هما هنا في prefixes and suffixes، يعني هنايا في هاد الدروس ديال vocabulary، يعني ديال المعجم. هنا فين غتلقاو nouns and adjectives هما suffixes and prefixes. يعني راه ما كاينش درس بوحدو خاص بالصفيكس type 3، ما كاينش. لا ما كاينش conditional type 3، ما كاينش. ممكن الصوت بعض المرات تقطع الصوت. المهم راه سوري الا كيتقطع الصوت. هذا السؤال، المهم هذا السؤال ديالك استاذ، اشرح لنا فوكابولوري. فوكابولوري يا اخي ديجا شرحته كله هنايا في هذه القناه، يعني غتمشي غير العنوان ديال الوحده وغتلقى الفوكابولور اللي كيهضر على كل وحده، يعني الفوكابولور الخاص بكل وحده. يعني هذوك الفيديوهات غادي يخصوك وحدات، يعني راه ديجا الدروس كاملين كاينين هنايا في القناه ديال الفوكابولور. ثانكس مان، ثانك يو، ثانك يو، ثانك يو سو ماتش. الانجلي هاد العام واخا استاذ انا في الانجلي هاد العام ديما 15 واخا ما كنفهم مزيان. ما فهمتش اخويا هاد السؤال صراحة الله. انشاء متناسق، كيفاش كتبوا انشاء متناسق؟ هو كان واحد الفيديو هنايا يعني كيفاش تكتبوا هذاك الانشاء اللي هو يعني كيفاش تكتبوا فقرة مزيان. راه كاين هذاك الفيديو منهجية كتابة فقرة، راه آخر فيديو درته هو هذاك. مزيان. واخا ناخذ هذا السؤال. المهم دابا إلا كتبتوا الميساجات راه ما نقدرش نشوفهم، لأن غادي ناخذ هذا السؤال اللي تطرح دابا. بالنسبة لهذا السؤال، واش كونتراست هو كونسيشن؟ كونتراست راه نفس المعنى بحال كونسيشن، نفس المعنى، غير كونتراست عندكم واحد الكلمة أخرى اللي هي whereas، يعني واحد الكلمة أخرى اللي تقراوها تلمد اللي هي هذه هي بينما. هذه دابا كتعبر على كونتراست، يعني جوج الافكار، جوج الايديز اللي هما متقابلين. مثلا ممكن نقول اي لايك باسكتبول، يعني انا كيعجبني لعب كره السله. ماي فريند ولا ماي براذر مثلا، يعني الاخ ديالي. ماي براذر لايكس، يعني كتعجبو. وندير مثلا شي سبورت اخر، لايكس فوتبول، يعني الاخ ديالي كيعجبو الفوتبول. وهنا مثلا الى عندنا whereas، بالنسبه للwhereas كما قلت لكم راه كتعني بينما. يعني في هذه الحاله راه الجمله ما كنغيروا فيها حتى شي حاجه، يعني غير كنزيدوا whereas هنايا، لان whereas حتى بالعربيه راه تتبان راه ما عندها حتى شي تغيير. يعني غير تنقولوا بينما اخي يحب كره بحال concession، بحال contrast. يعني ديما كنهضروا على جوج ديال الافكار اللي هي متقابله. هذه هذا هو المعنى ديال contrast و concession. ديال اوكي خلينا نشوف هذا السؤال. المهم هذا السؤال تطرح دابا ديال منهجيات الافكار. بالنسبه للرايتين في اللغه الانجليزيه راه غتحتاج الافكار بوحدهم، يعني منهجيه ماشي مشكل، لان في الحقيقه في اللغه الانجليزيه راه تيكون مطلوب منك انك تكتب غير الفقره
صغيرة بزاف، ولا واحد الإيميل اللي هو صغير بزاف، يعني خاص يكونوا فيه غير الأفكار فقط. بالنسبة للمنهجية، إذا سولتني على المنهجية ديال الإيميل، غادي نقول لك راه الإيميل تيبدا بدير ماي فريند، يعني هذه هي المنهجية اللي ممكن نعطيك، دير ماي فريند، وفي الآخر راه تنساليو مثلا لو كان هذا هو إيميل، يعني غادي نبدأ بدير ماي فريند، وغنكتب الموضوع اللي غادي نكتب هنايا، وهنا غادي نكتب تيك كير مثلا اند جود باي، ولا غير تيك كير، يعني نكتب مثلا الاسم الشخصي ديالي ماشي الاسم العائلي سيمو. هي المنهجية، ولكن هذه المنهجية زعما ماشي غادي يعني ماشي هي الرايتين، ولكن الرايتين راه هو الموضوع. وباش يعني باش تكتسب هذه المهارة ديال الكتابة في بزاف المواضيع، خاصك تخدم على مواضيع، من الأحسن انك تخدم على هذوك المواضيع اللي كنت حطيت في اللي كنت حطيت في سميتو اللي كنت حطيت في السيت. دابا في هذا اللايف يعني غادي نجاوب مع غادي نخدم معكم دي زيكزيرسيس من هنا، ولا شي واحد اللي تيبان مزيان. المهم نشوفوا اكسرسيس. alright، شوفوا دي زيكزيرسيس من هنايا. المهم معكم التمارين ديال هذا الامتحان. الصوت كيتقطع، راه كاين مشكل. No, you don't have conditional type 3. You don't have conditionals actually. بالنسبة لهذا المشكل ديال أسئلة النص، راه قلت لكم شوفوا غير سميتو، شوفوا غير الفيديوهات اللي درت، الفرق بين present perfect past perfect. يعني واش الفرق، واش كيفاش نعرفوا يطبقوا؟ غادي ناخذ هذا السؤال، المهم تنعاود نرجع ليه هذا السؤال ديالك. المهم دابا نجاوبوا على التمارين. phrasal verbs راهم كاينين، phrasal verbs راهم كاينين، phrasal verbs راهم كاينين. alright okay. المهم بالنسبة لهاد هنا هاد الجملة الأولى، I'm too tired to cook. let's just خن اكتبوا الإجابات ديالكم باش نشوف. اكتبوا الإجابات ديالكم. okay eat out. مهم بالنسبة الجملة الأولى، الإجابة ديالها راه هي هذه اللي كتبها التلميذ أسامة. مهم I'm too tired to cook. let's just eat out، يعني يعني دعنا نأكل خارجا، هذا هو eat out. علاش هنا درنا eat؟ يعني لأن أصلا تنهضروا على cooking، يعني هذه هي الكلمة المفتاح، cooking يعني الطبخ. I'm too tired to cook، يعني أنا جد متعب للطبخ. ولا أزال الملابس، بالنسبة لcalm down كتعني أهدأ. بالنسبة للجملة الثانية، بلال bought another fancy car. هي يعني هنا بلال اشترى سيارة رائعة أخرى. هي وهنا كاين ديالكم. بالنسبة للإجابة الثانية على هنا التمرين الثاني، هي هذه الإجابة must. علاش must؟ لأن must هنا كتعبر على certainty، يعني على التأكد، يعني من المؤكد أنه غني. كاين must عندها جوج ديال المعاني. المعنى الأول هو أنها كتعني obligation، يعني الإجبار، ولا شي حاجة اللي هي لازم أن الإنسان يديرها، يعني إجبارية. وكاين الحاجة الثانية هي أنها كتعبر على التأكد، يعني إلا قلت بلال bought another fancy car، يعني بلال اشترى سيارة رائعة أخرى، he must be very rich، يعني من المؤكد أنه غني جدا. هذا هو المعنى ديال هاد must في هاد يعني في هاد السياق. yes the second one is must. put the verb in brackets in the correct tense. ملي كتشوفوا the correct tense يعني الزمن ديال الافعال. yesterday بالنسبه للطريقه ديال الاجابه على بحال هاد التمارين، كلمات المفتاح اللي كتدل على الزمن في كل جمله. اولا خاصنا نحددوا بعدا الجمل فين هي. هذه هي الجمله الاولى كتبدا من هنايا، ديما الجملة راه كتبدأ في النقطة وكتسالي في النقطة، يعني هالنقطة ها هي كاينة هنايا، يعني هنايا سالت الجملة. هاد الجملة ما عندها حتى علاقة بهاد الجملة الأخرى، يعني هكا خاصكم تفكروا في هاد التمارين في الامتحانات الوطنية. بالنسبة لهاد الجملة غادي نقلب فيها على الكلمات اللي تدل على الزمن. عندي هنايا yesterday، إلا عندي yesterday يعني كنهضر على الزمن ديال الماضي اللي هو past، يعني past simple أو simple past. وهنايا لاحظت أن عندي جوج ديال الأفعال في الماضي، عندي هاد الفعل اللي هو see، وعندي هاد الفعل الآخر اللي هو go، يعني عندي جوج ديال الاحداث في الماضي. هنايا فين خاصني نفكر في past perfect و simple past، يعني الا عندي جوج ديال الاحداث في الماضي، اولا راه عندي الماضي لان عندي هنا yesterday، وعندي جوج ديال الاحداث see و go. هنا غادي نشوف الحدث الاول غادي نديرو في past perfect، والحدث الثاني غادي نديرو في simple past.
يعني في هذه الحالة إلا كاع ما فهمتش، يعني افتراضا أنني ما فهمتش، غنشوف الجملة إلا فيها بيفور ولا افتر، راه ساهلة فكرة مزيان. يعني في لما تنشوف بيفور وكيتبعها سي سابجكت بحال هذا بيفور اي، يعني هذا الفعل منطقيا خاصو يكون في الزمن الماضي، يعني هنا غادي نقول اي ونت. ثم هذا الفعل يعني منطقيا خاصو يكون في باست بيرفكت، يعني غادي نقول اي هاد سين، يعني I had seen a really nice movie before I went to bed. يعني أولا راني شفت واحد الفيلم اللي هو مزيان بزاف قبل ما نمشي للنعاس، قبل ما نمشي للنعاس. يعني ديما إلا عندكم before وكاين subject عقلوا على هذه القضية هذه، يعني إلا عندكم before وكاين subject راه خاصكم ديروا الفعل في simple past مثل حد سميتو. يعني فيلم ما تشوفوا before وتبعها subject من طبيعة الحال لكن كنهضروا على simple past، يعني للزمن الماضي، هذا الفعل يعني خاصو يكون في simple past ديما هذا القضية. وكاين subject يعني منطقيا خاصنا نستعملوا الحد I will finish it tonight and by tomorrow. هنايا كاينه by tomorrow، هذه الفكره ديال by، فين ما كتشوفوا by وكيتبع واحد الوقت في المستقبل، يعني خاصنا نستعملوا الزمن ديال future perfect. غادي نشوف الاجابات ديالكم شنو هي، هي هذيك المهم راه الاجابات ديالكم، هذه الاجابات اللي تعطات هنايا كلها صحيحه، غادي ناخذ اجابه اعتباطيه من هنا و I will have watched، لان ديما future perfect تيكون will have راه ما كتغيرش وكيتبعها الفعل في past participle. بالنسبه للتمرين الاخر هنايا we ask the jury to change this topic، هذه الجمله الاولى اولا غادي نلاحظ هنايا راه عندي المعقوفتين، يعني هذو بالنسبه للاخوان اللي ما تنفرقش بين reported speech و passive voice، لا عندي المعقوفتين راه هذا تيتسمى reported speech. الى كان الى لقيت ريبورتد سبيتش خاصني ضروري نشوف واش الجمله عباره عن سؤال ولا لا، هذه الجمله راه ماشي سؤال وماشي ادفايس يعني ماشي نصيحه وماشي ريكويست يعني ماشي طلب، يعني هذه غير جمله عاديه. يعني الا كانت جمله عاديه غادي نقلب على الفعل، الفعل هنايا هو asked، يعني الفعل راه كاين في سيمبل باست وسيمبل باست راه كيت هذا سيمبل باست، سيمبل باست في ريبورتد تحول باست بيرفكت، يعني في ما عندك سيمبل باست simple past يعني راه خاصو يتحول past perfect. وكاينه واحد الكلمه اخرى هي yesterday كتغير حتى هي، اذا جمال said that هنايا وي، يعني جمال قال نحن سالنا او طلبنا من jury ان يغير الموضوع البارحه، اذا سنقول that they، يعني جمال said that they، علاش they يعني انهم، لان جمال هنايا قال نحن، احنا قلنا جمال قال انهم. ثم asked راه غادي يكون في past perfect، واخا نشوف هاد الاجابات ديالكم هنايا day before جمال asked the jury، نشوف هاد الاجابات اللي تعطى وغادي ناخذهم ونحطهم هنايا اوبس. المهم مهم الاجابه الصحيحه، المهم راه هاد الاجابات اللي عطيتو كلها راه صراحه راه صحيحه، المهم غادي نكتب لكم الاجابه نيشان. المهم اللي هو asked غادي يولي had asked، لان past كيولي past perfect، had asked هو past perfect ديال الفعل. The jury غادي نكمل الجمله the jury to change بالنسبه لهنايا الحقيقه عندنا حتى هذه الكلمه ديال this راه حتى هي كتحول ل that، day before راه صحيحه ولا the previous day هي راه صحيحه بجوجهم، راه يعني سواء قلتي the day before ولا قلتي the previous day راه الإجابة ديالك راه صحيحة. المهم لاحظوا جدا أن simple past راه كيتحول past perfect، هو اللي كتلاحظوا هنايا كلمة this راه كتولي هي that، وبالنسبة ل yesterday راه هي اللي كتولي the day before ولا the previous day. دابا نشوفوا الجملة الأخرى، أسامة will give his sister a nice gift for her. هنايا يعني لدينا عندنا أسامة sister، هذا هو الأوبجيكت. غادي نلاحظوا هذا الفعل فيش من زمن كاين، كاين سيمبل فيوتشر، هذا باسيف فويس على فكره سيمبل فيوتشر باست بارتيسيبل. دابا غادي ناخذ الاجابات ديالكم نشوف واش هذه الاجابات صحيحه ولا لا. المهم غادي نشوف هذه الاجابات، هذا اصل المهم راه هي هذيك صحيحه، خلينا نشوف الا كاينه شي اجابه خاطئه باش سما سيستر ويل بي جيفن. اها ويل بي جيفن سما سيستر ويل بي جيفن اي صافي. المهم هذا الشيء اللي تيبان لي راكم فهمتوا هذا الدرس مزيان، يعني ما فيش المشكل ناخذ هذه الاجابه يعني كاجابه اعتباطيه. انا الفعل الرئيسي هنا كاين في simple future، will give هو simple future، يعني هنا خاصنا نحط الفعل في simple future، ثم هذا الفعل الرئيسي اللي هو give خاصني نديرو في past participle for oh my gosh for her
هذه هي الإجابة الصحيحة، وهذا التلميذ راه برافو عليك، يعني هذه راه إجابة صحيحة. ماذا هو هذا التمرين؟ بالنسبة هذا مزيان هذا التمرين، لأن فيها ديسبايت. طب هذا ديسبايت هي اللي ممكن نديروا معها the fact that FC Barcelona lost the game, Barcelona showed fair play. واخا هذه الجملة المهمة راه فيها شوية ديال النقاش. أنا راه ماشي يعني ماشي انا ماشي يوتيوبر زعما اللي يعني وقت ما عندي الوقت ندير لايف، ولكن راه كاينين دروس هنايا في القناه اللي بغى يشوفهم. هادشي كل برشلونه لوست ذا جيم، يعني برشلونه خسرت المباراه، برشلونه شوت فير بلاي، يعني برشلونه اظهرت اللعب النظيف. انا نعطيكم اجابات اللي هي محتمله بجوج، يعني احتمال اول، يعني الا قلنا ديسبايت بلس فير بلس اي ان جي، هنايا اشنا هو الفعل؟ هو lost، يعني الا بغينا نخدمه بالطريقه الاولى اللي فيها verb plus ing، يعني الفعل هنايا هو lost. الانفينيتيف ديال الفعل هو lose، يعني غادي نقولوا despite losing. هنا ما غاديش نستعمل the fact that. نعطيكم الفكره ديال the fact that، هي نعطيكم الاجابات بجوج. despite losing the game، يعني بالرغم من خساره المباراه برشلونه، يعني غنكتب غير FCB showed fair play كتعني اللاعب النظيف. يعني هذه هي الطريقه الاولى ديال الاجابه. بالنسبه للطريقه الثانيه وكذلك تهيرا الاجابه صحيحه 100%، يعني ما فيها حتى شي اشكال. هو انني نبدا بديسبايت وتبع العباره ديال the fact that، صافي. في هذه الحاله راه ما غاديش ممكن نقول هنايا بلا ما نعاود سي بي، الا ما بغيت ممكن نعاودها، يعني بالنسبه للبكالوريا الا عاودتيها راه ما غاديش نعتبروها صحيح. انا كتهضر على الفريق كله، يعني they showed fair play، يعني هاد الاجابات كلهم راهم صحاح، يعني سواء درتي هاد الاجابه الاولى سواء درتي هاد الاجابه الثانيه راه كلهم صحاح. هذه هي الفكره ديال هاد الاكزرسيس. اي هنيشان هاد واخا ناخذ هاد الاجابه ديالك حتى هي راه صحيحه. المهم راه نفس الاجابه تقريبا نيت، راه نفس الاجابه اللي درت، ماشي تقريبا راه هي الاجابه نيت. المهم غير باش نبين بلي راه التلميذ راه هو اللي جاوب عليها. المهم التلميذ راه الاجابه التلميذه despite losing the game FC Barcelona showed fair play، despite losing the game FC Barcelona showed fair play، يعني راه نفس الاجابه اللي عطاها التلميذ هي اللي كاينه هنايا صح. المهم دابا غادي ندوزو لهذا سمي. therefore اشنو كتعني therefore؟ كتعني لذلك، هي كتعبر على السبب والنتيجه. هي في الحقيقه ما عندكمش السبب والنتيجه في هذا الامتحان ديال هذا العام، عندكم غير additional concession و therefore، ولكن it's okay. the research teams stopped the project. المهم افتراضا، يعني افتراضا اننا غنجاوبوا على هذه الجمله، اولا الا كنجاوبوا على cause واخا ما عندكمش الامتحان الوطني خاصنا نقلبوا على السبب والنتيجه. هنايا the research team، يعني فرق البحث تبع مشروع، the research teams يعني هي فريق العمل او فريق البحث اوقف المشروع، يعني هذا هو effect، يعني هذه هي النتيجه. اذا السبب هو لذلك، يعني كيفاش غادي نكتبوا هذه الجمله؟ اولا خاصنا نبداو لان therefore كتعني لك، يعني كتعبر على النتيجه، اذا خاص يجي بعد منها النتيجه. اذا في هذه الحاله غادي نقول research team، يعني غادي نبداو بالسبب، هذا السبب غادي نقول research. واخا المهم راه هذو ما عندكمش، ما كاتبينهمش في هذوك الاطر المرجعيه، لاك ماني يعني ما عندهمش الفلوس، وغادي نكتب therefore يعني لذلك therefore، وغادي نكمل بلا ما نعاود the research team، زي ممكن نكتب they يعني هم، ونكتب stopped the stopped the project يعني اوقفوا المشروع. المهم هذه هي الاجابه بالنسبه لهذا. المهم راه هذا cause and effect، وكما قلت لكم the research team lacked money therefore they stopped the project. مزيان نيشان، هي هذه. المهم ناخذ هذه الاجابه ديالك راه صحيحه، انت ناخذ الاجابات يعني بطريقه اعتباطيه. المهم هذه الاجابه ديال هذا التلميذ راه صحيحه، the research teams lack money therefore they stopped the project. المهم الاجابه ديالك راه صحيحه 100%. المهم هذه هي سميتو ديال هذا التمرين. ندوزو للتمرين الاخر اللي فيه correct the underlined words، يعني اتميم هذا او صحيح ما تحته خط. بلال بوت another fancy car، هي في الحقيقه نفس 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 سميتو اللي تعطات، نفس
the linking words that you have in the exam. All right, المهم غادي نعاود the linking words اللي عندكم. linking words اللي عندكم في يعني في exam هما هادو. linking words, addition, concession, purpose. هما هادو اللي عندكم. هما كيبانو هنايا. هما هادو اللي عندكم. فين هو الامتحان؟ تعود. Amina broke her leg. She play with us. نشوف هذه واش غتجاوبوا عليها. يعني هاد الجملة الأخرى. Amina broke her leg. She play with us. أخ ناخذ الإجابات ديالكم. لا بالنسبة للثانية ماشي الأولى. بالنسبة للثانية. بالنسبة للجملة الثانية. Can't. Might. Can't. Okay. All right. المهم الإجابة الصحيحة. Oops. أخبلاتي نأخذ هذا كاملي. المهم بلاتي تشوفوا هذا البلان اللي تطهنا. المهم الإجابة ديالكم. أو ما عادي نحطه منايا. Need. إلا قلتي need. إجابة ديالك ماشي صحيحة. Can't. صحيحة الإجابة ديالك. يعني قلنا أمينة broke her leg. يعني أمينة هرسات رجليها. يعني she can't play with us. يعني ما غتقدرش أنها تلعب معنا. وخا هي في الحقيقة مستبعدة جدا. ولكن need impossible. Can't play. يعني نعتبره might نسبيا. Might not. Might not هي راه صحيحة. يعني صحيحة مقبولة في هاد سميتو. يعني حتى إلا قلنا she couldn't راه صحيحة. لأن she couldn't دابا كتعني غير أنني تهضر على الزمن ديال الماضي. وهنا اصلا راه هذه الجمله راه كتهضر على الزمن ديال الماضي. يعني سواء قلتي كانت ممكن نقول شي ماي نوت. بيان سور ممكن نقول شي ماي نوت. اني وايز هذا بالعكس ماشي مشكل. هذا سميتو. المهم راه كل واحد ماتش ايتش اكسبريشن وذ اتس ابروبريت فانكشن. اي ثينك يو رونج اباوت ذس. اي ثينك يو رونج اباوت ذس. يعني اعتقد انك خاطئ حول هذا. Phrasal verbs. What about may not? May not, it's correct. It's correct. It's correct to say may not. It's correct. Definitely correct. واش تنخلي لايف مسجل تنخلي. First one. I think you're wrong about D. Green. Yes. يعني الجملة كتعني أعتقد أنك خاطئ أو مخطئ حول هذا الموضوع ولا حول about this. يعني حولها. اذا هذه الجمله هذه كتعبر على disagreeing. اذا قلت لك راه you're wrong يعني انت على خطا. يعني راه كنعبر على disagreeing يعني عدم الاتفاق مع الراي. كاين هنا I deeply regret that I broke the window. I deeply regret that I broke the window. يعني انا نادم بزاف علاش هرست النافذه. شو واخا تكتبهم كاملين باش ناخذ سميتو. To be, be, to be. All right, let's see. To be, apologizing, exactly. يعني هذا apologizing. يعني الاعتذار. لأن إلا قلت apologizing. Anyways, apologizing. لأن إلا قلت I deeply regret. يعني أنا نادم جدا. وكاين هنايا يعني باش ما تخلطوش بين هذه وهذه الاخرى. I'm sorry to say this but. ديما هذه راه ماشي apologizing. انا اسف لقولي هذا ولكن. لان هنايا عندي هذا but. I'm sorry to say this but. انا اسف لقولي هذا ولكن. هذا كيتسمى complaining يعني التعبير عن الشكوى. اذا هنا غادي نكتب complaining. بالنسبه للاخرى you should visit the doctor. هذه راه يعني بسيطة بزاف. You should visit the doctor. يعني في المستوى ديال المبتدئين في اللغة الإنجليزية راه تنقريهم advice. إذا درا giving advice يعني إعطاء النصيحة. giving advice. بالنسبة لعبارة أخرى اللي عندها نفس المعنى اللي لقيتها في الامتحان you ought to. يعني ممكن نقول you should ممكن نقول you ought to. راه نفس المعنى بحال you should. anyways المهم هذه write appropriate responses to the following situation. هنا غادي ناخذ الاجابات ديالكم مباشره. انا ما غنكتب حتى شي حاجه. you don't know كاين هاد سميتو. اللايف كيتقطع بعض المرات لانك تيكون كونيكسيون ناقصه شويه. اخذ السؤال صراحه. المهم ناخذ هاد السؤال.
المهم خدموا على هذا التمرين. المهم باش نجاوب على هذا السؤال اللي تطرح: What's the difference between advice and advise؟ هاد advice هذه هي الاسم وهذا أداة. إذا قلت I give you a piece of advice كنستعمل هذا، يعني هذا راه اسم كلمة ولا اسم، والثانية راه فعل. هذا هو الفرق بين advice و advise. المهم شوفوا هاد الإجابات اللي عطيته هنايا، نشوف أشنو كتبتو. كاينة ask for advice، واخا نشوف can you advise me. واخا المهم هذه الإجابة ديالك راه 100%. المهم هاد الإجابة ممكن تعتبرها هي هذه can you advise me، هل بإمكانك أن تنصحني؟ وممكن نزيد هنا please، can you advise me please. you don't know what university to choose. يعني إذا كتبتي can you advise me please راه الإجابة ديالك صحيحة، ولكن ممكن تعاود تعبر على which university choose. وتكتب يعني can you advise me، يعني هذيك الإجابة نكتبوش إجابة أخرى، ممكن حتى هي كطلب نصيحة. إذا كان ديال الكلام أنك تطلب غير مساعدة باش تختار شي حاجة، راه حتى هي ممكن نعتبروها. بالنسبة للجملة الأخرى you are thinking about، مازال ندير معكم سميتو، غنحاول ندير لايف ستريمز هاد الأيام اللي بقات الامتحان الوطني وندير phrasal verbs. Why don't we all right هاد الفكرة اللي قلتي. What's your advice? Let's visit the museum. Let's go to the museum. Okay. خلنا ناخذ هاد الإجابات ديالكم كاملة اللي كاتبين هاد لامد. كاينة let's visit the museum، يعني هنايا ممكن نكتبوا هاد الإجابة ديال let's visit the museum، يعني دعنا نزور الميوزيوم. Why don't we visit in؟ هنا إذا كتبتي هاد سميتو راه صحيحة 100%، واخا درتي هاد الخطأ تنقولوا why don't we visit، لأن ما عمرو تيكون subject وتيتبعو الverb plus ing نهائيا في اللغة الإنجليزية. يعني غادي نقولوا why don't we visit. ممكن نقولوا what about visiting. بالنسبة لهاد الإجابة الأخرى what's your advice for me، أها هذه ممكن تكون هنايا بيان سيغ، هذه في التمرين الأول، يعني هذه غتكون هنايا what's your advice for me، هذه صحيحة 100%. Let's go to the museum، حتى هذه راه إجابة صحيحة بالنسبة للتمرين هاد الجملة الثانية. المهم هذه هي الإجابات الصحيحة بالنسبة لهذا. هاد سميتو هاد الرايتين، دابا غادي ندوزو لهاد الرايتين. بالنسبة للناس اللي تيخافوا من الرايتين بزاف وتيقول لك راه منهجية، صراحة يعني ما عمرو ديما تلمد عنده خوف من الرايتين، وديما الرايتين كيتعطى بطريقة بسيطة. التلميذ اللي تيلقى مشكل في الرايتين هو التلميذ اللي ما تيبريباري حتى شي حاجة، هذا راه منطقيا خاصو يلقى مشكل في الرايتين، لأن ما كايناش شي حاجة اللي ما غتلقاش فيها مشكل وأنت ما مستعدش ليها مزيان وما رجعتي ليها والو وما خدمتي حتى شي إكزومبل. يعني باش نعطيكم هذه الفكرة، بالنسبة لهذا دابا هذا النوع ديال الرايتين هو اللي كيتسمى ديفلوبين توبيك سنتنس، لأن أصلا راه تعطاتك الجملة الأولى، هذه الجملة الأولى هي توبيك سنتنس. ديفلوبين توبيك سنتنس هو أننا نعطيك الموضوع وتكتب عليه واحد المجموعه ديال الافكار، الا كتبتي غير خمس جمل راه مزيان. دابا غادي نشوف سميتو، غادي نشوف الاجابات ديالكم على هذا الرايت. بس واخا ناخذ هذه الاجابات. المهم كما بانت لي الاجابه first I play guitar alright، واخا المهم غناخذ نصحح الاخطاء. المهم الموضوع there are a lot of activities I do when I feel bored، يعني هناك الكثير من الانشطه التي اقوم بها عندما احس بالملل. when I feel راه صحيحه 100%، ولكن المشكل في الجمله قلت لكم راه ما عمر باللغه الانجليزيه كتبدا بسبجكت وكيتبعها فيرب بلس اي ان جي، ديما خاصك تعملوا غير سيمبل بريزنت. I play the guitar، كنلعب الجيتار صافي، ماشي اي بلاين. علاش اي بلاين؟ لان علاش غدير اي بلاين؟ ماشي صحيحه في اللغه الانجليزيه، ما عمرها تتكون سبجكت وتاب نهائيا. يعني هذه الاجابه ديالك راه صحيحه الا كتبت مثلا فيرست اي بلاي ذا جيتار. ممكن نزيد شي افكار اخرى، ناخذ الافكار ديالكم. اي كلين ماي هاوس، دابا شوف سميتو، شوف الاجابات اللي كتبتو راه كلهم كاينين وصحاح، وكتسولوني على عندنا مشكل في الرايتين. يعني لا قدرتي تكتب هادو راه مزيان، يعني اش باقي بغيتي؟ يعني انا نكتب هاد اي ريد قران، هاد سميتو
ولا كتب I don't know I read Quran. دابا إلا كتبتي I read Quran يعني ممكن تضيف شي حاجة مثلا مثلا before قبل I go to sleep يعني قبل ما ننعس، ولا before I go to work قبل ما نمشي للخدمة، ولا مثلا in the morning يعني تنقرأ القرآن في الصباح بحال هكا، يعني تنخلي الجملة ديالي تكون طويلة شوية ويكون فيها معلومة أخرى، يعني ماشي غير ماشي قلت لك غير تنقرأ القرآن ولكن قلت لك حتى إمتى كنقرأ القرآن. ممكن نقول مثلا I read Quran ونقول مع من، يعني نقول مثلا with my parents يعني مع الآباء ديالي، بهالطريقة باش كتطول الجمل ديالي وكتكون عندها معنى أكثر. يعني ماشي قلت لك غير I read Quran، قلت لك حتى مع من كنقرأ وقلت لك حتى إمتى كنقرأ القرآن. يعني هاد بحال هكا خاصكم تعلموا الكتابة باللغة الإنجليزية، يعني تكون عندك واحد الفكرة وإلا قدرتي أنك تديفلوبيها أكثر راه مزيان. دابا إلا كتبتي غير هذه الجملة مزيان صحيحة 100%، ولكن يعني غير لو بغيتي تخلي الجملة ديالك تكون يعني تكون أطول شوية، يعني ممكن تكتب هذيك. بالنسبة لهاد I read a book مزيان، يعني I read a book هذه الفكرة راه مزيانة، ممكن نقول I read a book عاود ثاني إلى يعني ممكن نقول هنايا sometimes يعني ماشي ديما، يعني غنقول sometimes يعني بعض الأحيان، إذا كنت عارف هاد sometimes نقول sometimes I read a book a book مثلا about يعني حول، إذا بغيت نطول هذه الجملة يعني أقرأ كتاب حول مثلا حول a book about something about nature مثلا حول الطبيعة، ولا أي حاجة about philosophy يعني حول الفلسفة about anything. ممكن نقول I read وهنا بس ما نقولش غير a book، غادي نقول مثلا كتابي المفضل، يعني غادي نقول I read my favorite book. يعني شفتوا راه ممكن تكون غير جملة واحدة ولكن ممكن تطول فيها تزيد فيها معلومات أكثر. هذه هي الطريقة ديال الكتابة وهذه الطريقة باش كتطور الكتابة ديالكم. هنايا I watch TV، هذا التلميذ كتب I watch TV، هذا I watch TV حتى هي راه جملة صحيحة، ولكن عاوتاني نفس الفكرة، ممكن نقول I watch TV ونهضر مثلا مع من with my friends ولا with my siblings يعني مع الإخوان ديالي، siblings كتعني خوتك وأخواتك، ولا with my brothers and sisters، إلا ما عرفتيش siblings غتقول with my brothers and sisters، ولكن تعلم siblings من دابا يعني تعلم with my siblings. هنا مثلا هنا قلت with my parents in the morning، هنا ممكن نقول مثلا before we go to sleep يعني قبل ما ننعسوا، يعني الجملة اللي التلميذ هي غير I watch TV، ولكن هنا راه ممكن تزيد with my siblings يعني تنشوف التلفازة أو تنشاهد التلفازة مع الإخوان ديالي والأخوات ديالي before we go to sleep يعني قبل ما نمشيو ننعسوا. بالنسبة لهذه الفكرة اللي كتبها التلميذ I wake up at 10 o'clock مزيانة هذه الفكرة، يعني غادي نكتبوها هنا في الأول I wake up at 10 o'clock. First I wake up at 10 o'clock ممكن نزيدو هنايا every day يعني كل يوم I wake up at 10 o'clock every day يعني تنفيق مع العشرة الصباح كل يوم. I clean the house مزيانة هاد الفكرة، هاد I play the guitar يعني هي فكرة مزيانة، غادي نشوفوا ليها فين غادي نزيدوها لأن هنايا I read the Quran sometimes I want alright anyways I clean my house هنايا كاينة I clean the house مزيانة I clean the house مزيانة هذه الفكرة يعني فكرة كاملة، ولكن ممكن نقول حتى I help my mother to clean the house يعني تنساعد الأم ديالي باش يعني باش تنقي الدار بحال هكا. المهم هذو هما الأفكار، دابا نشوف إلا كاين شي أفكار أخرى، يعني هذه الأفكار كلها راه أفكار صراحة مزيانة هذه الأفكار. I'm watching أوكي غناخد شي حاجة اعتباطي يعني I help my mother in the kitchen مزيانة هذه الفكرة اللي قلتي alright مزيانة قاعد الأفكار هاد الأفكار اللي قلتو كلها راه مزيانة وهادشي راه تيبان كاينين راكم ناضيين ماشي زعما راه. المهم زيدوا هاد الفكرة ديال relatives I watch football with my friends because I like حسنية أكادير مزيانة هاد الفكرة. المهم دابا شفتوا هاد الفكرة تاهي نفس الفكرة I watch football with يعني كان من الممكن مثلا هاد التلميذة تقول watch football يعني كان ممكن تقول غير I watch football، ولكن بس مثلا with my friend يعني مع الأخ ديالي ولا مع الصديق ديالي because وعطت السبب علاش كنشاهد مع الصديق ديالي ولا الصديقة ديالي I like يعني لأنني أحب برشلونة and هاد الفكرة باش ياسين هاد الفكرة ديال ياسين I play football with my friends I need novels like in childhood. دابا انت كتبتي جوج ديال الافكار في جمله واحده وهذا الخطا هو اللي ما خصكمش ديروا في الامتحانات الوطنيه، وهذا الخطا هو اللي تديروا بزاف. عندك فكره هي I play with my friends
السلام عليكم. هذه فكرة ساليتي، I play football with my friends، لأن هذه فكرة ما عندها حتى علاقة بالفكرة الأخرى ديال I need I read، يعني باش تفرق بين، ماشي تكتب جملة واحدة فيها جوج ديال الأفكار. كل فكرة تأتي العنوان ديال الرواية in childhood، يعني in childhood. المهم نستفد من هذه الفكرة، يعني ما دير نقطة، كتبتي فكرة دير نقطة، ديما هذا هو المنطق ديال الكتابة. فكرة كان سالي الجملة ديالي، كان دير نقطة، كان بدأ فكرة أخرى في جملة أخرى. شوفوا هذا اللي سميته also I used to develop my hobbies such as learning about computer systems, riding my bike every morning and drawing sometimes. مزيان. I help my mother in the kitchen. مزيانة هذه القضية، يعني هذه الفكرة هي مزيانة. يعني ممكن نقول هنا I clean my house, I clean the house. ونزيد هذه الفكرة مثلا and I help my mother in the kitchen. يعني كنساعد الأم ديالي في المطبخ. يعني راه ماشي زعما الافكار راه ما كايناش، ولا راه هذاك الشيء راه صراحه بسيط جدا، غير نتوما كتعقدوا الامور. وبزاف الاسئله تيجوني على الرايتين، وهي في الحقيقه راه هذاك الشيء مزيان. المهم انا ناخذ الافكار باش تبارطاجيوني، باش تبارطاجيو الافكار ديالكم مع الناس اللي تيشوفوا دابا، لان هاد المواضيع هما اللي كيتعطاو. بالنسبه لهذاك السؤال اللي غادي يقول لي دير لنا الرايتين او استاذ على الحجر الصحي، هذا هو الرايتين على الحجر الصحي، راه نفس الافكار. الا سولناك في الامتحان اشنو كدير في خلال هاد الفتره ديال الحجر الصحي، راه غتخدمنا نفس الافكار. الا قلنا لك اشنو فينا مدينه غتمشي، واشنو الاكتيفيتي اللي غادي دير، راه غدير نفس الافكار تقريبا. يعني راه خاصك غير تكون عندك هاد يعني هاد الفكره ديال ان راه فكره واحده ممكن تستعملها بزاف ديال الحوايج. اي ديفلوب ماي لانجويج، مزيانه هذه ماشي فكره. هذه خديجه ماشي فكره هنايا، اش بديتو حتى هذه ماشي فكره. بقاش بدينا قبيله. اي يوجوالي واتش حمدويه. مشكلة يا طبعاً هذا. I usually watch الحمدوية. الله ما فهمت هذا الشيء. I watch English with Simo on YouTube. Thanks you. Good luck. I go shopping with my brother. هذه فكرة ممزية. هذه. Listen to music. خاصني نقول I listen to music. ديما الجملة كتبدأ بالسبجكت. هذا الفعل. I listen to music. To music. My garden. يعني غرست بعض الزهور في حد بستان المنزل. alright. المهم هذو هما الأفكار. أنتم ما كتشوفوا يعني راه أفكار بسيطة بزاف. يعني الإنسان اللي عنده غير واحد الاهتمام اللي هو يعني ماشي زعما يكون غير تيكتب شوية مزيان، راه غادي يكتب. مزيان مزيانين هاد الأفكار حتى هما. ناخذ هاد الأفكار، المهم غير نبارطاجيهم معكم. هادو هما غادي نبارطاجيهم مع الثاني. بالنسبة لهذا سميتو هاد الأفكار الأخرى كاينة I play with my children. هادي تايحة 100%. I listen to music. I watch comedian films for fun. For having غير for fun. تنقوله غير for fun. يعني من أجل المرح. أنا هاد الفكرة. ولكن هنا ماشي خاصك تدير خشوفوا هاد الجملة دابا. ماشي فاصلة. يعني خاص تكون نقطة. دي في اللغة الإنجليزية ماشي في حال اللغة العربية. إذا قلت I listen to music. يعني هادي فكرة بوحدها. غادي نقول I watch. I watch comedian movies. في الحقيقة نقوله غير comedy movies، يعني أفلام الكوميديا مرح ولا من أجل الترفيه. I try to discover new things like and in the stadium. Also I organize room and decorate. غير decorate بلا decorated، يعني لأنك تدري غير على simple present with plants and posters. Plants and posters مزيانة، يعني فيك هاد الباراجراف شتي لك كتبته غير بحال هكا، يعني لك كتبته غير هاد الباراجراف راه غتجيبوا النقطه ديالكم كلها. يعني راه هادي باراجراف كامله جدا فيها افكار اللي هي واضحه. المهم هذا هو سميتو ديال الرايتين. يعني راه الامر راه ماشي بداك التعقيد، يعني راه الامر بسيط جدا. ما تنقولوش ما عمر في اللغه الانجليزيه تيكون سبجكت وتيتبعو فيرب بلس اي ان جي. الاجابه دابا صحيحه هي غير اي كوك. ما غاديش نحتاج اي كوك، ما غاديش نحتاج جيراند فورم. اي كوك ماشي فايفوريت فود، خاصني نقول ماي فايفوريت فود. اي كوك ماي فايفوريت فود. اي كوك ماي فايفوريت فود، هذه هي الاجابه الصحيحه. في اللغه الانجليزيه ما عمرو تيكون سبجكت بلس فيرب بلس اي ان جي نهائيا. فايفوريت فود. المهم دابا ندوزو سميتو
ندوزو لهنايا هاد الرايتين الثاني. واخا المهم بالنسبة لهاد الرايتين الثاني ديفكت نو spend my time playing video games and other games looks like it's my time to improve my English. Great. هادو كلهم هادو هادشي كله اللي كتبته هنايا راه اجابات يعني اجابات صحيحه صراحه يعني هادو كلهم I write my life story. Alright. المهم هادو بالنسبه لهاد الرايت الاول time to play غير to play بلا to playing يعني هنا غير to play I spend my time ولا playing في الحقيقه خاصك تقول غير playing ما غاديش تقول كاع تو I spend time playing video games and other amusing things other amusing things plural and I usually watch English with Simu channel and it makes me my English pronunciation great when I feel bored and practice sports out I practice sports غير بلا outing ممكن نقول outside يعني في الخارج هو outside ماشي outing outside هو في الخارج doors with my friends and read some English books so as to improve our language. هنا خاصك دير نقطة وتبدأ وتكتب الفكرة الأخرى. I learn how to cook some different Moroccan food. Food غير food ماشي plural. Food ماشي لأن يعني uncountable noun ما كيتحسبش نقوله food عامة ماشي واحد food جوج إلى غير ذلك. When I feel bored, I participate in voluntary work because it is. حنا خاصك دير it. هنا هاد الأفكار اللي بارطاجيتو دابا راه غتكتبو في الحقيقة مقالة راه فقرة صغيرة باللغة الإنجليزية كنهضرو فيها على أشنو تنديرو إلى جانب المال. تو واش نكتب السمية واش المهم إلا كنتي كتشوف هاد اللايف راه يعني باش نحسمو في هذا الامر اولا الا كنشوف واش غادي نكتب الايميل لشي واحد كاين هنا ريسبوند تو ذا فولوين ايميل يعني انفورم الايميل يعني الموضوع ديالو تنهضروا على المغرب عامه يعني تكتبوا لشي صديق يعني غادي نقول اول حاجه في الايميل غادي نبدا بدير ماي فريند وغالبا هاد دير فريند راه ديما اصلا تلقاوها في الامتحان بعدين بها لان هذا غير امتحان قدو شي واحد وحطو في الانترنت وما بداش بها غالبا تلقاوهم بداو لكم اصلا بدير ماي فريند الحاجه الثانيه هو في هاد كتبوا وما خصنيش نكتب يعني لشي صديق كما قلت لكم على الاقل يعني على الاقل كمنهجيه يعني ممكن لان هادشي تصيفط لي الايميل غادي نقول ليه ثانك يو فور ايميل هاد العبارات ممكن تحفظهم كاع عن ظهر القلب يعني فين ما غادي نكتب شي ايميل مثلا نفس الطريقه باش نيت نكتب الايميل هاو ار يو يعني كيف تنقول ليه تنتمنى انك تكون بخير اللي هي اتمنى اي هوب يو ار دوين ويل يعني اتمنى ان تكون بخير صافي هاد سميتو هاد يعني هاد البداية ممكن نبدأ بها أي إيميل ولا حتى أي لتر رسالة الفرق بين المطلوب هو الإيميل لأن هذا مبقاش كاع تيصيفط الرسائل المهم دابا كتبت هادو غادي نرجع للموضوع ديال الإيميل in England يعني في إنجلترا we have a lot of unique cultural practices يعني عندنا بزاف ديال يعني بزاف ديال الممارسات ولا يعني الممارسات التقليدية المنفردة How about there in Morocco يعني ماذا عن تلك البلاد في المغرب Do you have something or some interesting cultural aspects يعني واش عندكم شي مظاهر ثقافة اللي هي مثيرة للاهتمام What makes your culture different from other cultures يعني ماذا يجعل ثقافتك مختلفة عن الثقافة الأخرى ربما يعني ربما words يعني تنظر لا الثقافة المغربية الثقافة المغربية يعني يقدر يكون واحد البلوكاج في التفكير كيفاش اشنو تكتب وديك الساعة غادي نشوف الافكار ديالكم يعني ممكن تكتب اولا على فود على المغرب كيفاش تناكلو اشنو تناكلو امتى تناكلو مثلا الى عندك شي افكار عليهم تهضر على كلودز اشنو هما يعني اشنو تلبسوا مثلا في الحفلات ولا غير اشنو هما اشهر كلودز ولا الملابس اللي عندنا ممكن تهضر على غريتين يعني راه ديجا عندكم واحد الوحده ديال الكالتشرال فاليوز اللي هي القيم الثقافيه يعني راه فيها شي فاليوز غتلقاو فيها شي فوكابولوري ديال فاليوز بحال هوسبيتاليتي اللي كتعني الكرم بحال جينيروسيتي بحال بزاف ديال يعني بزاف ديال الامثله ديال القيم اللي كاينه في المغرب بحال توليرانس التسامح اللاف الحب الى غير ذلك يعني الانسجام الى غير ذلك دابا هادو هما الافكار اللي ممكن تكتب عليهم نشوف الا كاينه شي حاجه اخرى كاينه تراديشنز مثلا traditions كتعني traditions كتعني التقاليد
كاستم التقاليد والعادات، تراديشنز كتعني التقاليد وكاستم كتعني العادات. هادو يعني هادو افكار اللي ممكن يكون عندك على هذا الموضوع. يعني الا بغيتي تغير على فود وكلودز فقط ابسطهم راه مزيان، يعني ماشي بالضروره خاصك تكتب على هذا الشيء كله، هذا غير ايميل. راه احنا في الامتحانات الوطنيه لنا على الثقافه المغربيه باش نعرفوها، احنا راه حنا تنعرفوا هذاك الشيء، احنا بغينا غير نعرفوا واش التلميذ قادر على انتاج اللغه الانجليزيه صافي، هذا الشيء اللي كاين. يعني الا كتبتي غير بعض الجمل راه مزيانه. I'm very glad. واخا ناخذ دابا كتبوا غير الجمله اللي غتجي من بعد الايميل. I'm very glad to tell you about our culture. مزيانه هذه الفكره، يعني ممكن هذه الفكره الا استعملتوها مزيانه. I'm very glad. يعني I'm very glad كتعني happy to tell you about Moroccan culture. مزيانة هاد الفكرة. يعني ولكن ممكن هاد الفكرة مزيانة. يعني ولا إلا بغيت نقول مثلا غير هاد الفكرة اللي كتبها التلميذة راه صحيحة 100%، ولكن إلا بغيت نعبر بشي طريقة اللي هي أبسط، ممكن نقول مثلا Moroccan culture، يعني الثقافة المغربية is مختلفة عن ولا مختلفة من English culture. يعني كل هنا يا ولكن المهم غادي نعطيكم فكرة وغادي نصح in many ways، كتعني في عدة طرق، يعني كتختلفوا في الطرق. إذا قلت in many ways يعني عدة طرق ممكن نقول first، ولكن لا غتخربكم هذه الفكرة، ممكن يدير الإنسان الاستغناء عنها. Moroccan culture is very different from English culture. هنايا إذا بغيت نعطي الأمثلة ديال هاد different غادي نقول direct for example، يعني غنعطيه أمثلة for example مثلا، وديك ساعات يعني غادي ناخد دابا الأفكار ديالكم الاختلافات اللي كاينه في الثقافه المغربيه والثقافه الانجليزيه. really values for food we cook. مزيانه هذه القضيه، هذه مهمه خط الافكار تتقطع اللايف تتقطع اللايف الاخوان بلاتي واحد شويه. مهم alright. المهم غادي ناخذ هذا سميتو لنأخذ هذه الأفكار نشوف إلى بنت شي فكرة مزيانة تقرأ هذا. We say السلام عليكم. أيه. For example أيه. إلا بغيت أشنو غادي نقول for example وغادي في الحقيقة هذه ما غاديش نهضروا على هذه الفكرة ديال We say cultures food and traditions. أيه راه هي نفس الفكرة اللي قلنا Moroccan culture is very different from English culture. يعني هنا خاصنا نضرب بالضبط اشنا. We have special food like tagine couscous. It's cheap cost less than. مزيانه هذه الفكره. We have Moroccan food like يعني ماشي ايميل كامل بزاف، يعني خاصك تكمل تزيد تكتب شي حاجه اخرى. المهم هذو كلهم افكار، نشوف الا كاينه شي افكار اخرى. كتقطع اللايف concerning food we have 4 meals a day. مزيان. There are many famous Moroccan meals like couscous. اي اوكي. المهم غادي نبداو مثلا فور نطرو على ناخذ هذيك الفكره ديال نهضر على موروكنز عامه، يعني نهضر على فاليو ديال موروكنز، ولا ناخذ يعني ولا ناخذ مثلا فود ولا كلاس. المهم باش ما تخربقوش سميتو، يعني باش ما تخربقوش بزاف ديال الافكار ناخذ نيشان من سميتو، يعني باش يبان داك الشيء راه بسيط جدا، يعني ما فيش شي تعقيدات. ممكن نكتب هذه الفكره ديال هذا التلميذ، يعني نكتب نيشان فور اكزامبل كوسكوس افري فرايداي. يعني الا كتبت هذه الفكره راه يعني اوبس الفكرة راه صحيحة. We cook couscous every Friday. Famous Moroccan plate. أيه. إلا قلت we cook couscous every Friday ممكن نزيد فكرة أخرى. It is a famous Moroccan plate. ديش في الحقيقة. لميل يعني وجبة. It is a famous Moroccan dish. Moroccan dish. Moroccan dish كتعني طبق المغرب. من شي تلامت أخرين. For example we celebrate. The traditional food like couscous. أي مزيان. ممكن نقول for example
يعني هذه الفكره اللي قلتي ديال وي هاف ا لوت اوف تراديشنال فود، ممكن نزيدها هنا يعني قبل ما نهضر على كسكس غادي نقول غير فور اكزامبل وي هاف ا لوت اوف طعام تقليدي، ونكتب وي كسكس افري فرايداي اتس ا فيري فيموس او اتس ا فيموس مورجيمز. مزيان الا بغيت نهضر على كلودز يعني مزيان انكم تتعلموا هاد الافكار هادو. الا بغيت نقسم هادو باش نهضر على كل وحده غنكتب لي قولوا كونسيرنين كونسيرنين، انا كتب لون مغاير باش يبان هاد سميتو. ممكن نكتب كونسيرنين، كونسيرنين كتعني فيما يخص، ممكن with regard to، هادو كاملين فيما يخص. يعني الا بغيت نكتب على كلاودز يعني الا بغيت نطاق ديال كلاودز ممكن نقول فور ولا كونسيرنين ولا as for يعني فيما يخص as for clouds. هنايا بحال قلت فيما يخص الملابس، وغن من يعني والرجال wear جلابة in celebrations. celebrations كتعني في نقول celebrations، أنا أعطيكم مرادفة ديال هاد الكلمات يعني ممكن نقول celebrations وممكن نقول حتى in special occasions يعني في المناسبات الخاصة special occasion. يعني لا بغيتي تهضر يعني مهم تبقى ناخذ غير أفكار عامة على هاد الموضوع. مهم كتبوش كتبوا شوف المهم كتبوا الا بغيتوا الرايتين كامل باش ندير ليه التصحيح، لان كاين بزاف ديال الافكار على هذا الموضوع الا بغينا نهضروا عليه. ولكن الا كتبتوا غير يعني دقيقه يعني هذا الشيء راه مازال ما كافيش يعني الا كتبنا ثلاثه الجمل كوسكوس لايك وي ايت افري داي ايت فيجيتابلز. مهم انا نعطيكم نتبع هذه الفكره اللي كتبت فور اكزامبل وي هاف تراديشنال فود كوسكوس لايك وي ايت every Friday with vegetables and meat. We also have tagine and some other food. As for we have also the same clothes like jalaba in Morocco. مزيانة هاد سميتو، مزيانة هاد الشيء اللي كتبتي رائع جدا. بالنسبة نمشيو للفكرة الأخرى، إلا بغيت نقول as for ما بغيتش نعاودها غادي نقول مثلا regarding، وهنايا ما غاديش نهضر على clothes غير باش الأفكار عاد ديك ساعات ناخذ الأفكار ديالكم. ممكن نقول regarding greeting and say وتقولوا السلام مثلا على الطريقة يعني تسلموا باليدين وتقولوا السلام. ممكن نقول some people some women يعني بعض النساء do not shake their hands. فكرة على سميتو على greeting يعني فيما يخص يعني غادي نقول values القيم، وغادي نقول Moroccan people، وهنا غادي نقول يعني هم كرماء جدا. generous تايرة فكرة generous كتعني سخي. انتو تكتبوا سميتو ديالكم راه ممكن تكتبوهم راه غادي ناخذ can't shake hands the virus. زين هذه الفكره ادريسي لالي زين هذه الفكره those time we can't shake hands. How can we keep traditional clothing as it's considered an official dress. مزيان هذه الفكره. In each celebration all the families celebrate together. مزيانه. Peace be upon you. ماشي كيفاش وير هو زمان الماضي ديال verb to be تنقولوا I am دابا I were في الماضي. Moroccan people we say always الحمد لله. مزيانة هاد القاعدة يعني المهم هاد الأفكار كلها اللي كتبتو راه مزيانة. celebrations هما سميتو الاحتفالات. anyways المهم راس we still keep in mind we the ship in أنا أخذ التلميذ we kill the sheep باش نعرفوا هذا البلان ديال التلميذ كاتب we kill sheep كان بحال قالت نقتلو سميتو هذاك الخروف. هي في الحقيقه ماشي تقتلو we slaughter بحال daughter slaughter كتعني ذبحه يعني خاصك تقول we slaughter the sheep يعني هذا هو الفعل ماشي we kill لأن kill كتعني غير قتلة إذا we slaughter the sheep. هي الفكرة we slaughter the sheep. Said that Moroccan people are very generous. uh,
اوكي غناخذ هذه الفكره حتى هي. المهم هذه الافكار اللي كتبت هنايا راه مزيانه. All Moroccan people don't care about future because they believe in the مكتب. المهم يصحح بعد هذه الفكره اللي كتبتي راه مزيانه ولكن يصح. دابا مروك راه ماشي هي كنت تكتب بيبل حتى هي ماشي هي كنت تكتب باش ما تدس بزاف ديال الاخطاء. دونت كير اباوت ذا فيوتشر، فيوتشر كتكتب اي في الاخر بيكوز كتكتب اي في الاخر. بيليف ان المكتب، المكتب هو ديستيني ولا فيت، ديستيني ولا دي بيليف ان فيت، ذا هو دي بيليف ان ديستيني. وما هي الفكره ديال هذا سميتو. Anyways, المهم دابا راه سميتو الا كان شي سؤال اخر، لان دابا غادي نخرج من اللايف واحد 5 دقائق وغادي نخرج من اللايف. المهم الا عندكم شي سؤال اخر سولوني باش نجاوب على السؤال ديالكم. غير الاسئله اللي عندكم شي اسئله بقى غير تنهضر. لا مزيان والله لا مزيان. أرى القدر هو المكتب، القدر هو المكتب. Oh my god. We'll write story about coronavirus. أخرك شوف هاد الفلانات اللي كتبتو هنايا. And in Ramadan, all the people of Morocco fast and even the Eid Adha of Al and even the Adha of the Maghrib and dates and calories are eaten at dinner and we go to the mosque for Taraweeh. مزيانة هاد الفكرة اللي قلتي. مو إلا بغينا نقوله fast from، يعني يصومون من fast from dusk from dawn. dawn هو الفجر، to dusk يعني إلى الغروب. from كتعني من، to كتعني إلى، و داون يعني من الفجر، و داسك كتعني في هذاك الوقت في الصيف تيفطروا الناس يعني المغرب هذاك الوقت. teacher how can we write story about coronavirus like really story about coronavirus. واش من نيتك coronavirus؟ عرفتي قصة coronavirus خاص الانترنت عمرو بالقصص ديال coronavirus. لا تسميتو بلا ما تعولي على هذا الموضوع ديال القصة. بالنسبة للcoronavirus قلت لكم الا غتعطاكم شي حاجة ديال coronavirus غتعطاكم سميتو غتعطاكم كيفاش نحميو راسنا من coronavirus. وهذا الشيء ديجا راه درتو في اليوتيوب، يعني اغسلوا يديكم ما تخرجوش ما تزوروش العائلة بحال هذا الشيء. باللغة الانجليزية herbal simple أعطي دوزو سميتو. What is suggest؟ suggest هو اقتراح. We must eat. أنتم بديتوا تتبليها. واحد قال لك we must eat herbal سميتو في عيد الأضحى. عيد الفطر. Morocco is very beautiful country. That رائعة جدا. هاد الأفكار بجوج. تكتبوا هنايا راه افكار رائعه جدا. يعني هذيك خاتمه. To conclude, Morocco beautiful country, very beautiful country that people from all the Moroccan kaftan for all occasions and for parties. Research considers the kaftan a formal and traditional costume. يعني هاد الفكره راه مزيانه. هاد الافكار كلهم اللي كتبتو راه صراحه افكار مزيانه. مهم الا كاين شي سؤال دابا. please I want to know the phrasal verb. phrasal verbs. شوف اخاي شوف واحد الوثيقه درتها على phrasal verbs، خاصه بphrasal verbs راه كاينه في السيت. واحد الورقه مزيانه ديال phrasal verbs راه درتها في السيت باش يعني باش تيليشارجيوها وتخدموا عليها في الحقيقه. ولكن المهم اللي ما تيليشارجها هاش تيليشارجي هذيك الورقه راه مهمه بزاف. هذه فكره كتب لكم. هذا الشيء كثير راه ماشي كثير بزاف. وبالنسبه لهاد هنايا هاد الخانه الاخرى فيها الكلمات اللي تيمشيو مع هاد phrasal verbs. يعني مثلا الا قلنا go اللي كتعني دخل راه خاصو ضروري تكون شي كلمه مفتاح اللي هي المكان قدم بطلب لي request something. ضروري خاص تكون في الجمله شي كلمه بحال visa job work passport internship scholarship الى غير ذلك. انا هاد الورقه غادي تساعدكم مزيان. وملي تقراو هاد الورقه مزيان نفس الفريز الفيربس كيتعاودوا في بزاف ديال الجمل، يعني نفس تقريبا نفس
نفس سميتو، نفس يعني نفس فريز ديال الجمله. اعطيكم مثال، مثلا هنا كاينه difficult words in a dictionary، يعني هنا كاين ديكسيونير يعني المعجم. مثلا باش نعقل على اشمن كلمه كتمشي مع المعجم هي هاد البحث في المعجم words in a dictionary. ولا مشيت امتحانات وطنيه غتلقاو بزاف هادشي الطاطا look up، اللي هي look up. يعني هنا غادي نختار هذا الفعل اللي هو look up وغادي نكتبه هنايا لانه هو ديما اللي كنستعملو، لانه تيعني يبحث في المعجم. يعني فين ما لقيت هذيك في المعجم خاصني نستعمل فيها اللوك اب. وهادو كما قلت لكم راه ممكن تيليشارجيهم، راه كاينين في السيت، سيروا غير السيت كتبوا انجلش ويت غادي تلقاو فيه هادو. المهم راه كاينين في السيت. فانكشنز، واخا اللي تيسول على فانكشنز اللي كاينين في سميتو، كاينين في لاباج ديال الفيسبوك وكاينين في جروب فيسبوك. ورقه واحده جمعت لكم كاع هذوك الفانكشنز في قلت ما تيليشارجيهم. هذا البي دي اف كيما محطوط هكا راه هو هذاك اللي كاين في وفيه التمارين. التمارين تخدموهم نتوما لان هذا راه بساط، غير سلبي خط بين هذه الكلمات، بين هذه الكلمات الوظائف ديالها اللغويه، وعندكم الوظائف ديالها اللغويه، وعندكم في سميتو الاخر عندكم هذا الاخر اللي هو سميتو الاخر، عندكم هذا الاخر اللي هو التميم الحوارات التاليه. يعني بحال كما تعطاكم في الامتحان الوطني، يعني هذا راه كاين في السيت كبي دي اف، وكاين حتى في لاباج كدي فوتو، وكاين حتى في الجروب ديال فيسبوك. بغيتو سميتو راه تاخذهم من السيت، بي دي اف راه كاين في السيت. والله حتى وظائف اللغه نيشان جوج نقط فابور. والله حتى وظائف اللغه نيشان جوج نقط فابور. anyways يلا المهم الاخوان تصبحوا على خير. I'm gonna go to sleep. No gerund and infinitive no. sit english with simo.com هذا هو سيت انجلش ويت سيمو.com هذا هو السيت، رانا في السميه ديال القناه. لا جيران داني الفيلم، هادشي كله راه كاين في السيت. هادشي كله راه كاين في السيت. دابا ربما ما تدخلوش للسيت، راه كلشي كاين في السيت، راه كاينين حتى التمارين في السيت ديال انك عليهم وتجاوب عليهم غير راسك، يعني بلا ما يعني ما تحتاج كاع شي واحد مقادين. Anyways, yalla, take care, have a good night. I'm gonna go to sleep. See you later. Anyways, I'm gonna use 30.